عايزه اقول لكم بقى على الوصفات اللي هعملها ان شاء الله. هيبقى البسيمه، وطلبت مني كتير قوي. وصفه جميله هتعجبكم ان شاء الله وبسيطه قوي. المقادير اللي معايا هيبقى فيه نص كوبايه زيت، واللي عايزها تبقى دسمه ممكن سمنه، يبقى معايا نص كوبايه زيت عافيه، واللي عايزها دسمه يبدل ال 100 جرام او نص كوبايه بسمنه. هيبقى معايا نص كوبايه ميه يعني 100 جرام برضو، نص كوبايه لبن يعني 100 جرام برضو، نص كوبايه دقيق يعني 65 جرام، كل حاجه نص كوبايه. والكوبايه هي نعير بيها، هي واحده ما نغيرهاش. ونص كوبايه سميد يعني 100 جرام بس سميد ناعم، ونص كوبايه سكر يعني 100 جرام. الجوز الهند بقى المبشور هو كوبايتين ونص، جوز الهند المبشور هو كوبايتين ونص يعني 200 جرام. خلاص هعيد معاكم، نص كوبايه زيت او سمنه 100 جرام، نص كوبايه ميه 100 جرام، نص كوبايه لبن 100 جرام، نص كوبايه دقيق 65 جرام، نص كوبايه سميد ناعم اللي مش مخلوط معاه حاجه 100 جرام، معلقه صغيره بيكنج باودر، نص كوبايه سكر 100 جرام، كوبايتين ونص جوز هند مبشور 200 جرام. بس الوصفه بسيطه وسهله وما فيهاش اي حاجه صعبه، والتكات بتاعتها زي البسبوسه. هنعملها ازاي بقى؟ احنا هنخلط الاول السميد، هنغلفه لازم بالماده الدهنيه. انا هغلفه دلوقتي بزيت عافيه، لازم الاول السميد يتغلف بماده دهنيه عشان يطلع الوصفه تطلع ناعمه وجميله وطريه وحلوه، ما يبقاش فيها اي نشفان خالص. زي ما قلت السميد فيه ماده الجلوتين، ماده الجلوتين دي اكتر في السميد عن الدقيق العادي. لو احنا ما خلطناش الاول السميد، غلفنا كل واحده بالماده الدهنيه، اللي هيحصل انها بتروح تبتدي بقى تتفاعل. اول ما تتفاعل مع اللبن، مع اي حاجه سائله، الميه، مع اي حاجه سائله، تبتدي بقى تنشف معانا، وده احنا مش عايزينه. يبقى احنا هنبس دلوقتي السميد، وبعدها على طول، هو مش محتاج كتير عشان هي السميد اصلا مش فيها كتير. هدخل بقى دلوقتي الدقيق، اهو الدقيق، وده برضو معاه كده في الاول، وما نقلبش كتير، يبقى التقليب بسيط جدا. خلاص، بس بعد كده كل حاجه ندخلها بقى. احنا اتاكدنا خلاص ان ده بس اتغلف كده بالماده الدهنيه اللي معانا، سواء زيت عافية او السمنة. يبقى هنحط بقية الحاجات. هنحط بقى السكر، اللبن، المية، وجوز الهند، معنا شيماء، والبيكنج باودر. اهلا اهلا يا شيماء، ازيك؟ عاملة ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكرم يا رب. قولي لي، عندك أي سؤال؟ وعندي سؤالين أو طلبين بالأصح. اتفضلي. أول حاجة عايزة بس عجينة البغاسة المقادير بتاعتها. بقادير الإيه؟ البسيمة؟ لأ، عجينة البغاسة. عجينة الجلاش؟ البغاسة. البغاشة، البغاشة، حاضر. وتاني حاجة يا ريت عايزة رقم التليفون خبرية ضروري والله. طيب هسيبك للكنترول اهو. بصوا معانا فاطمه. الو. ايوه، ازيك يا فاطمه؟ انا كويسه الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي؟ انا كويسه الحمد لله. قولي لي، عندك اي سؤال؟ انت عايزه بتتصلي عشان تكوني معايا ان شاء الله؟ ان شاء الله. خلاص طيب يا حبيبتي، هسيبك دلوقتي لهبه تاخدي البيانات منها يا هبه. طيب بصوا اهو، هي بتبقى مش لازم تبقى طريه، هي كده كويس خلاص، يعني مش لازم تبقى سايله، هي كده كويسه. بندهن الصينيه شويه سمنه او شويه زيت، وبننزل فيها الخليط. خلاص بندخلها بعد كده الفرن على 190 درجه لغايه ما تاخد اللون الذهبي. البسيمه مش بتحتاج الشربات سخن زي البسبوسه. ليه؟ علشان هي نسبة السميد فيها قليل ونسبة الدقيق قليل، فهي بتشرب على طول، ما بتاخدش وقت. ان شاء الله يا رب الحق معاكم
عشان كده اخترت اعملها النهارده اول حاجه، عشان ان شاء الله لما تخرج اشربها قدامكم باذن الله. انا مجهزه اتنين بقى، مجهزه اتنين عشان عايزه اوريكم برضو الفرق. بصوا الصينيه الفاتحه بيطلع لون مظبوط جدا معانا، الصينيه اللي هي بقى اللي في البايركس اللي قدامي دي او في ازاز بتطلع ايه، بتطلع لا بسرعه، البايركس برضو بيوصل الحراره عن الاواني الفاتحه، بيوصل الحراره اسرع، فنخلي بالنا. البغاشه على الشاشه دلوقتي احنا بنخلط كل المقادير مع بعض، بنعجنها كويس جدا جدا جدا، وبعدين بتسيبيها ترتاح، بتغلفيها كده يعني في كيس نايلون او حاجه وتسيبيها ترتاح تقريبا نص ساعه. بعد كده بتروحي فرديها رفيع، تحتها شويه دقيق، تفرديها رفيع وتروحي مقطعها الشكل اللي انت عايزاه بس كده. وبعد كده ايه بتدخليها، قصدي بتحمريها. اهو انا خلصت خلاص ده البسيمه، ندخلها بقى الفرن، ندخلها الفرن على 190 درجه. طعمها ان شاء الله هيعجبكم قوي. اهو بالشكل ده، وده زي ما قلت الجاهز. شايفين دي واخده لون متساوي كله ازاي؟ دي واخده اللون واخده كده ايه مغمقه جدا حوالين داير، ده سببه علشان زي ما قلت البايركس او الازاز بيوصل حراره اسرع كتير جدا عن الاواني الفاتحه، هو والاواني الغامقه برضو الصواني الغامقه بتوصل الحراره بسرعه جدا. طيب احنا عايزين نبتدي نزين وبعدين نخش في الحادق. عايزه اوريكم حته كده، اقطع حته بقى كده عشان برضو نشوف. طب نروح فاصل اول ما اقطع، ماشي؟ بعد ما اقطع هقطع، اقطع من النص وابوظها ولا احاول كده نقطعها بقى سمبوكسات احسن بدل ما اعملها زي التورته. هقطع كده من هنا وبعدين اهو، وانا كمل النص التاني بس عشان مضيعش وقت. اطلع بحاجه بقى بسرعه، الحاجات السحريه بتاعتي دي ما بقت مختفيه في السوق مش لاقياها، خلصت. بس بتفرق كتير جدا، مش عارفه ليه مش بينزلوا زيها يعني، فاهم؟ بتفرق كتير. بس نطلع بقى كده، بسم الله. اهو شايفين عامله ازاي، مرمله وجميله جدا، هي شبيهه جدا بالبسبوسه بس طبعا الجوز الهند فيها اعلى كتير قوي. هنروح لفاصل على ما ارصهم في طبق دول اللي انا قطعتها، والتانية هنزينها بشكل تاني. نروح لفاصل ونرجع تاني. ورجعنا من الفاصل، انا حطيتهم بس اهو في الطبق، رصيتهم في الطبق وعايزه بس اعمل عليهم شكل، كل واحده فيهم شكل مختلف. واحده نحط عليها كريمه والتانيه نحط عليها مكسرات. بحيث ايه كل واحد يزين بقى زي ما هو عايز. وبجد ما بتاخدش وقت يعني فعلا. بصوا كل حاجه حطيناها على بعض، ركزنا بس في الترتيب. اول تكه بتاعت السميد والزيت او السمنه وخلاص كده. والشربات بينزل عليها زي ما قلت بيبقى خفيف مش تقيل، وبينزل عليها سائع مش محتاج يكون سخن، مش زي البسبوسه. نحط بقى دول كده وبعدين نحط الباقي، نعمل الباقي اهو. غير دي بس في حاجه معانا. دارين؟ ايوه. ايوه ازيك يا دارين؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويس الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ ايه
عندك كام سنة؟ تسعة. تسع سنين. انتي بتتكلمي علشان سؤال ولا عشان عايزة تشتركي معايا؟ عايزة اشترك معاكي. طيب يا حبيبتي خلاص هسيبك لهبة علشان تسيبي بياناتك. ماشي. شكرا. احط دي هنا دلوقتي اهو. ودي بقى نزينها ازاي؟ دي نحط عليها مكسرات، ممكن نحط عليها اشكال كده من المكسرات، يعني نفنن كده اتجاهات اهو. ونعملها كده مثلا كمان. طبعا ده كله متشرب خلاص، اللي انا دخلتها الفرن هشربها معاكم. وهنعمل كمان شوربه، هنعمل شوربه حمص برضو من الحاجات اللي بتشبع جدا، وهنشوي لحمه باذن الله. هنلحق نعمل كل ده. نحط بقى في كل تلت في كل ربع كده حاجه مختلفه. معانا هناء. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك طيبه. وحضرتك طيبه يا رب. ممكن عايزة مقادير كيكة جوز الهند اللي قلت عليها حضرتك مميزة دي، بس عايزاها بالكوباية. حضرتك قلتها بالجرامات. اللي هي اللي كانت عملتها من كام يوم صح؟ حمرت جوز الهند مع لبن البودرة. أيوة. بس أنا كنت عايزة المقادير بالكوباية لو بعد إذنك يعني. طيب حاضر. ممكن سؤال تاني؟ تفضلي. بلح الشام ده بيطرى بعد ما بحطه في الشربات، مع إن الشربات بيبقى تخين يعني. بلح الشام تقصدي عموما ولا وصفتي؟ لا عموما. عموما وصفتك اصلا، ما خدتش الوصفه بتاعت حضرتك. طيب بصي، هو المفروض بلح الشام يعني ينزل سقطه واحده كده ويطلع، وجربي برضو تحمريه مرتين، من الحاجات اللي بتقرمش جدا هو والزلابيا. لو حمرتيه مرتين يعني طلعيه فاتح وبعدين تروحي محمراه تحميره تانية عشان ياخد نشفان اكتر شويه وقرمشه اكتر، هو والزلابيا. خلاص الشربات بتنزليه بسرعه وتطلعيه، الا بقى يعني في طبعا انواع بتبقى يعني بتبقى شاربه جامد جدا جدا ونسبه الدقيق بيبقى فيها اعلى. طيب شايفين اهو انا بعمل الزينه بالشكل ده. ممكن بقى نحط ايه كمان؟ طبعا لازم 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 جوز الهند اساسي نحطه بقى هنا. معانا فريده. الو. ازيك يا فريدة؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنة؟ انا عندي 12. عندك 12 سنة. قوليلي انتي بتتكلمي عشان سؤال ولا عشان تشتركي معايا؟ لا انا عايزة اشترك معاكي. طيب يا حبيبتي هسيبك برضو الهبة. شكرا على المكالمة. طيب كده يبقى ناقص اخر ربع نحط فيه بقى نحط فيه ايه؟ عين جمل ولا كريز؟ نحط فيه عين جمل ولا كريز؟ ايه رأيكو؟ طيب ماشي نحط عين جمل. مدام حلواني قال لي خليها كلها مكسرات بقى، وماشي ونزوقها بالكريز عشان نكسر اللون برضو. صح كده بقينا فنانين اهو، بعد ما بعد سنتين سفرة بقينا فنانين. طيب كده اهو نحط بقى الكريز عشان ايه نكسر اللون. نحطه فين؟ معانا ندى. الو. ايوه يا ندى. الحمد لله. ازيك عامله ايه يا حبيبتي؟ بتعرفي تسمعي معايا؟ طيب خلاص هسيبك برضو لهبه. شكرا على المكالمه. كده اهو دي خلاص كده، متهيألي كده كفايه مش هزود اكتر من كده. يا رب ان شاء الله تعجبكم.